لك حي بارك. السلام عليكم، مرحبا بكم. والصراحة يعني أنا هادشي كامل ما توقعتش غيوصل لهاد المرحلة، لأنه هو كان في صمت وبغيت يكون في صمت، ومع المهم خرج على السيطرة. هاد المبادرة درتها لله، هادشي علاش دقيت الباب ديال الإدارات لقيتهم مرحبين بهادشي. قلت خنخدمو شوية في خفاء، ولكن الظروف ساعدتنا، ما بغاتش تبان تبقى في الخفاء. وهادشي اللي كنقولو حتى دابا، كنقول انا مبقيتش بغيت نبان في الصور. هادي رساله مني للناس اللي كيقول لك هاد السيده دايره تصويرتها باش تنتخب، ولا عندها شي حاجه باغا ديرها في راسها، ولا باغا جيم، ولا ما عرفتش شنو بوز. وهذا هادشي كلشي ما كاينش، وما عندناش باش ننتخبوا. هادشي ماشي الطريق ديالي، وانا باغا ننتخب مع الله سبحانه وتعالى، باغا ننجح مع الله سبحانه وتعالى. اللي ايدوني كنقول لهم الله يجعلها في ميزان حسناتكم، لانكم نتوما مدحتوني وشكرتوني وانتوما ما كتعرفونيش، والناس اللي عيروني وانتقدوني انا كنقول لهم انا ما مسامحكمش عند الله سبحانه وتعالى، انا ما مسامحكمش حتى عند الله سبحانه وتعالى. كل ياخذ الجزاء ديالو، لان الدنيا راه غاده، واتحد ما دمر العمر ديالو. هادشي علاش كنقول لهم انا راه عند الله سبحانه وتعالى غناخذ حق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.